مرحبا جمهور السناهر، جمهور العالميين بكل المقاييس. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أشكركم وأشكر جميع الجماهير على وفائكم لي في القناة، وشكرا لأهل الجزائر عامة. ولا ننسى تفاعلكم معي يا أصدقاء وأحلى جمهور في العالم، جمهور قسنطينة والعميد الأندية الإفريقية عامة والعميد الأندية الجزائرية شباب قسنطينة. شكرا لكم، تحياتي لكم. الآن ستلقوا مع الفيديو في التعليق الخاص على مباراة تيبي مازيمبي و شباب قسنطينة في مباراة عرفت هز الشباك 3 مرات. شباك مازيمبي بأهداف عالمية لشباب قسنطينة. الآن ابقوا مع الفيديو وشكرا لكم على وفائكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس في القناة وشكرا لكم. شكرا صديقي مياز، وشكرا لأحلى جماهير السنافير. بطلت التعليق مش ممكن. والكرة لنادي قسنطينة، هناك التمريرة، هناك التسديدة لجابوت. يا سلام، تسديدة والعروة لجابوت والتدخل حارس مرمى. الكرة الآن لصالح قسنطينة، راح بالخير بالخير تمريرة لبن عيادة. العميد يسجل الهدف الأول عبر بن عيادة، وأي سعادة عند الجماهير السنافير. الله على احتفال عالمي يا جمهور السنافير، كما أنت عالمي يا جمهور قسنطينة. العميد وعميد الأندية الإفريقية، عميد الأندية الإفريقية، مؤسس سنة 1898 يا سادة. هدف فارق كان خطيرة، مرت بردا وسلامة على مرمى قسنطينة. مباراة أكثر من رائعة يا سادة، وقسنطينة هي الأفضل. وراء ولا يا سادة الله، والكرة اللي بالخير وبالخير وبالخير تمريرة. هو من جول نصر الدين الزعلاني، يسجل الثاني لقسنطينة. هذا عميد الأندية الإفريقية، أول نادي في إفريقيا يا سادة. أين أنتم يا جمهور قسنطينة؟ أي فرحة هذه، أي خطيرة، وتدخل شمس الدين الرحماني. أنت سبايدر مان، أنت الأمان، أنت الإطمئنان لشباك قسنطينة. هذه تمريرة خطيرة، هذه خطيرة، ممكن الثالث، ولكن لا. يا الله على قسنطينة، يا الله على اللعب الجماعي والتكتيكي. يا سلام على قسنطينة، يا سلام. أي مباراة نادي، أي جنون هذا يا سادة. مباراة ولا في الخيال، هذه التمريرة، هذه ولا أروع، هذه لقسنطينة. هو بالخير بالخير التمريرة، هو الثالث. جول. عمري السيد عليه، وانت عمري. والله الاسيس بالخير، يا سادة يا كرام. مباراة قسنطينة، هذا هو العميد يوقف أمامه بعبع إفريقيا. ولا تنسى يا بعبع إفريقيا، هذا هو العميد، هذا عميد الأندية الإفريقية. أعيدها وأكررها أكثر من مرة بكل فخر واعتزاز، قسنطينة والأروع، قسنطينة والأجمل، بجمهور عالمي، بجمهور خيالي، بجمهور ولا في الأحلام. انظر يا سادة، هادو السنافر، هادو العالمين.